اليوم ساكنة بني ملال تخرج في وقفة تضامنية احتجاجية مع إخوتنا الفلسطينيين على المجزرة التي يقوم بها الصهاينة يوميا بقتل الصغار والكبار رجالا ونساء. فالقضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية لا تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل هي قضية عرب وإسلام وعقيدة ودين. إذا نحن كمغاربة وكعرب وكمسلمون لا نرضى بهذا الخزي وبهذا العار، فنسأل الله عز وجل أن يرزق أهل غزة الصبر وأن يعجل لهم النصر القريب إن شاء الله، وأن يزلزل الأرض تحت أقدام الصهاينة، وأن يزرع في قلوبهم الرعب. رسالتي للدول العربية كنطالبوا من الحكام يديروا شي حركة، يديروا شي حاجة على حساب اخواتنا الفلسطينيين، لانهم راه بزاف تقهروا بزاف. راه حنا كعرب ما خصناش نسكتوا على هذا الشيء، والله ينصرهم والله يهديهم. اليوم كنخرجوا تلبيه لنداء الجبهه على المستوى الوطني، هذه الذكرى المشؤومه الثالثه للتطبيع. وبالطبع حنا خرجنا دابا 13 مره وحنا كنخرجوا باش نسمعوا الصوت ديالنا باسقاط التطبيع، لان نحن عارفين اشنا هو التطبيع واشنا هي السلبيات ديال التطبيع. لا على المستوى الفلاحي، راه التطبيع ملي دخل البلاد خرب لنا الفلاحه ديالنا، حيد لنا هذوك البذور المخصبه، اعطانا بذور عقيمه. راه التطبيع ملي دخل طامع لنا في الارض، طامع في الماء. راه اللي تيدخلوا الصهاينه لشي بلاد راه ما كيدخلوش حبا فيها او حبا في اهلها، بل حبا في الاستيلاء عليها. وكل بلاصه فيها شي حاجه ديال شي ضريح ديال اليهود ولا شي حاجه كيعتبروها ديالهم. حنا راه الا سكتنا على هذا التطبيع واحد الوقت غادي يعتبرونا مستوطنه صهيونيه. هذاك الشيء علاش حنا خايفين على بلادنا، خايفين عليها. ما يمكنش نطبعوا مع واحد الجيش اللي هو كيقتل الاطفال، اللي ما كيحترمش المواثيق الدوليه، اللي ما كيحترمش القانون الدولي. ما يمكنش اننا نطبعوا مع ناس اللي هما كيطمعوا في كل شيء، يعني لا دخلوا لشي بلاد كيخربوها. خربوا سوريا، راهما اللي خربوا العراق، راهما الامبرياليه، راهما الامبرياليه التوسعيه، وهما الامريكا كتحارب الذراع ديالها اللي هما الصهاينه. اذا اليوم ان الاوان ان النظام ديالنا المغربي، الدوله المغربيه تسمع صوت الشارع، تسمع نبض الشارع، وانها تسقط هذا التطبيع. وتنتمناو خالصين ان التطبيع يسقط، وان فلسطين تحرر، وان الشعب الفلسطيني يرجع له الاعتبار، لانه عانى وضحى والدماء سالت، وسيسجل التاريخ. كل هذا الشيء غادي يسجلوا التاريخ. اذا نتمناو ان يسجل التاريخ البطولات ديال الشعب الفلسطيني والبطولات ديال الشعوب المسانده والمتضامنه مع الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نخرج اليوم في مدينه بني ملال استجابه لنداء الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه الصبيع، احتفالا واحياء لليوم الوطني 14، والذي يتزامن مع الذكرى المشؤومة وهي الذكرى الثالثة التي أقدم فيها النظام المغربي على توقيع اتفاقية التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني الغاصب. نقف اليوم لنجدد المطالب ونجدد العهد مع القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف تاريخي تكالبت فيه جميع قوى الإمبريالية المتوحشة بتنسيق مع أنظمة الغدر والجبر وأنظمة المستبدة من أجل القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي الفصائل الإسلامية. إذن من بني ملال نرسل الرسائل الواضحة والمباشرة، فالشعب المغربي حر أبي يناهض التطبيع ولن يقبل أن يضع يده في يد العصابات الصهيونية. نطالب الدولة المغربية بقطع الاتصال وإقفال مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني، وهذه رسالة من الشعب المغربي الذي ما فتئ يناهض التطبيع مع العصابات الصهيونية ويساند القضايا العادية والمشروعة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهي قضية محورية في تحرير الأقطار. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.